محمود قول لي كده، الساعات اللي بتقضيها في الجونه ساعه الصبح بتبقى فين؟ ساعه الصبح بفطر، وبعدين بنروح نحضر ندوات، لو في افلام شغاله الصبح بنروح نحضر شويه برضو، وبعدين بيبقى في ريد كارب، وبعدين في بريمير، لو في بريمير بالليل لفيلم او حاجه بنحضر برضو، وبعدين في ساعه صفا في الاخر. هو انا ليه مش شايف ايدك ساعه؟ بص انا ما بحبش البس ساعات غير في المناسبات الرسميه عشان ما احسش ببقى. هسألك شويه اسئله عن الساعه وتجاوب عليها بسرعه من غير ما تفكر. ماشي. فيلم له علاقه بالوقت والساعه؟ ساعه ونص. كان في مين الابطال؟ كريم محمود عبد العزيز واياد نصار وكريم مختار ومحمد رمضان وناس كتير قوي. اطول عدد ساعات تصوير في حياتك كانت امتى وكانت في اي عمل؟ اطول ساعات تصوير كان اعلان، كان 37 ساعه. طب واقل عدد تصوير في الساعات كان في انهي عمل؟ كنت بروح وما بصورش فبمشي على طول. فيلم ما قدرتش تكمل منه نص ساعه؟ الناس هتهاجمني قوي بس جت فاضل. مسلسل جامد جدا 30 حلقه ونفسك يتضغط في ساعه؟ حكايتي بتاع ياسمين صبر. ساعه حظ في حياه محمود الليثي ما يقدرش ينساها؟ لما جالي ابني يونس. لو كان معاك وقت على الهوا ساعة في برنامج وعايز تستضيف شخصية انت بتحبها هتكون مين؟ استضيف الراحل فؤاد المهندس. تسأله عن ايه؟ هسأله انت ازاي جابت كده؟ كنت بتجهز للشخصيات الستات اللي بتعملها في SNL في كام ساعة؟ كنت بقعد مع اسلام ساعة، كنا بنظبط كل حاجة. اسلام ابراهيم اسلام ابراهيم اسطورة في الستات، فكان هو الريفرنس بتاعي. اكتر فنان قلد شخصية الست غير اسلام طبعا وعجبك جدا؟ محمد هنيدي يا انا خالتي. طب ممكن نغني يا لهوي يا هي يا لهوي يا هي هي يا لهوي ده 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 ابويا عايز يتجوزني، ابوك عايز يتجوزكي، شبكني بكني وهيجهزني. ساعه الاس ان ال في السكتشات الخفيفه ولا ساعه التمثيل في المسلسلات؟ انه اطول وانه اخف، تحب مين اكتر؟ انا بحب التمثيل اكتر بس ساعه التمثيل اكتر. ساعه جات لك هديه ولسه محتفظ بيها لحد دلوقتي؟ ما حدش جاب لي ساعه هديه في حياتي. طب مين فنان صاحبك عنده ساعه وعايز تلطشها منه؟ حازم ايهاب عنده ساعه مش عارف عامله 20,000 جنيه، فانا عايز اخدها بصراحه اعمل بيها مصلحه. محمود بصراحه كده مواعيدك اظبط عليها الساعه؟ اي ميعاد مع اصحابي بتاخر عليه، واي ميعاد شغل بروح في ميعادي. كنت فين من ساعه؟ كنت نايم. ورايح فين كمان ساعه؟ رايح المهرجان. احنا فرحنا بيك قوي في الساعه دي، ويا رب كل ساعتك هنا وساعه. شكرا والله لك والله، يعني ميرسي قوي على الساعه اللطيفه دي. هي مش ساعه صح؟ صباح الفل.